بتاعت الانبوت والبودي والاوتبوت. الانبوت لو انا طلعت توي هات ايش كان عندي الانبوت؟ شغلات اوريدي معروفه. ستة ثلاثة أربعة أنا بسميهم parameters اللي معروفة certain متأكد منهم معرفهم هذول بسميهم parameters. ال cost parameter في decision variables اللي هم هذول إيش تغيرت. ليش هذا input؟ لأنه لو أنا جربت أدخل قيمته هو input هذا. لما أنا حطيت إنه أكم يوم هذا أكم يوم هذا هذا عبارة عن input. لو جربت واحد واحد هو input. ايش بيطلع لي الاوتبوت؟ الكميات. اذا انا صرت فاهم الانبوت عباره عن ايش؟ decision variables والبارامترز المرتبطه بالموديل. الان الريليشن شيبس هي المعادلات اللي انا حطيتها اللي حتطلع لي النتائج. النتائج حيطلعوا نوعين، في performance measures or objective function. انا لما طلع معي decision variable ايش طلع لي؟ قيمه الاوبجكتيف فانكشن اللي انا بدور عليها، صح؟ المينيمم كوست. وايش كمان طلع على الهامش؟ كونسيكونس فاريبلز. ايش هم؟ الكميات. يعني اصبح عندي قيمه اتش هذه اللي طلعت من المصنع هذا اكم كميتها بالايام، هذه عباره عن فاريبل، هي ارتبطت في الايام. مش اتش هذه الاتش اكس عباره عن قيمه اتش اللي هان مضروبه باليوم مضروبه في التايم تبعت اكس. هذه هي عباره عن نسميها كونسيكونس فاريبل، نتجت نتيجه معرفه الديسيجن فاريبلز، فهي جزء من الاوتبوت. طبعا المحاضره الجايه انا حاشتغل على مجموعه نماذج منها أربعة خمسة على الاقل حتشتغلوهم انتم بشكل مشترك اللي تدمونستريت تعرف ايش هو الديسيجن فاريبل وايش البارامترز كيف تعملوا الموديل وكيف تعملوا حتى الاوبجكتيف فانكشن مين كونسيكونس ومين مش كونسيكونس. هذه مهمه جدا عندنا هالمرحله. طبعا الداتا بس ناكد على انه انا لازم استخدم داتا يوسفول مش اي داتا. احيانا بتجيب داتا بتدخل لي في متاهه ما لهاش قيمه. يعني لو انا جيت هذه اتش حكيت انا بدور على الاتش اليوم الاول والثاني والثالث والرابع، او عندي الساعه من الثمانيه للتسعه ومن التسعه للعشره، يا عمي ما تدورش على داتا كثير مش لازمه، خلينا ناخذ الافرج تبع اليوم قديش مثلا. لانه انا متى بنقل الماده هذه؟ اخر النهار. فانتوا تطلعوا لي على كل ساعه بساعتها ايش بتفيدني في الاخر؟ ولا شيء. انا كل اللي بطلعه من الاتش الستة طن عند الساعه 3 هي هذه اللي بدي ارحلها، فليش اعرف من الثمانيه للتسعه ومن التسعه للعشره خلال الثمان ساعات ايش انتجت انا؟ لازماني الداتا هذه؟ لازماكم الريليفنت. الريليفنت صحيح. Data often collected according to the requirements of model. أنا بجمعش داتا بعدين بعمل الموديل. إيش الموديل بده؟ وراح بدور له على داتا. هيك بشتغل بالعكس. بعمل الموديل وبعدين بدور إيش الانبوت داتا اللي بدي إياها. طبعا أنواع الداتا عندنا مختلفة، في بسموه تايم سيريز versus كروس سكشن. يعني انا معني اجيب داتا طول السنه كل يوم كل ساعه ولا لا ممكن اخذ ممثله عينه ممثله كيف باخذ في الاسبوع يوم معين بقيس اذا بقيس مثلا على 6 اشهر باخذ يوم معين باخذ في سيزون معين حتى امثل كل العينه تبعتي اللي اخذ مره في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف بس وباخذ لي من هنا اسبوع 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 بغير الايام مره السبت مره الحد مره الاثنين. هذه بسميها كروس سكشن. اما اذا اخذت طول السنه بصير تايم سيريز استمرت. في اجريجيتد فيرسز ديس اجريجيتد. احنا بجي انا ممكن احكي لكم الداتا هذه اتش ام ال، طب انا كان ممكن احكي والله المصنع هذا ايش بده؟ بدوش من التفصيل هذا
خلينا نخلط كل هذا ونحكي بنطلع احنا حصمة 6.39 و 4.13 طن. هذه اجريجيتد، ايش عملنا فيهم؟ خلطناه كله في بعض. انا معني تكون الداتا مفصلة ولا معني تكون كلها كوكتيل؟ انتوا ايش بالموديل تبعكم؟ ديس اجريجيتد معناته حسب الموديل تبع هذا عندي اياها الداتا مفصلة. في عندي موديل اسمه ديترمينستيك موديلز، وين كل الداتا معروفة بسيرتينيتي. يعني انا لما حكيت هذا 6 و3 و4 ايش حكيت عليهم؟ هذول ديتيرميند، معروفين بدقة، خلص هم 6 3 4. ما حكيتش في اليوم الاول 6 واليوم الثاني ممكن يصيروا 7 واليوم اللي بعده ممكن يكونوا 8. يعني في احتمالات للتغير تبعهم. حكيت الكلام هذا؟ إذا حكيته بيصير ببطل الديترمينستيك، إيش بيصير؟ probabilistic أو stochastic. إذا تغيرت الداتا بتصير هذا تدخل في جانب ثاني. والoptimization models اللي أنا حستخدمها كلها في هذا لازم تكون الداتا فيها إيش؟ ديترمينستيك. عشان هيك نص الفصل حنستخدم ديترمينستيك models، نص وفي simulation حنخش على stochastic أو probabilistic models، بحيث انه الداتا هذه اللي حنيجي نستخدمها حنيجي نقول طب اذا كان عندي هذا اتش في اليوم الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، كيف اتعامل؟ بحلها في الاوبتمايزيشن. ما بعرفش احلها زي الانتجر باللينير. زي اللي اخذوا البلانينج لما نيجي نقول والله مده التنفيذ الاكتيفيتي هذه 5 ايام. ما هيش ممكن تكون 5 ايام، هي ممكن تكون 5 4 5 6 7، متوسط 5. طب لو كانت ما خدناش بس المتوسط، خدنا الاحتماليات تبعتهم، تعقد الموضوع تماما. هذا اللي حنعمل في السيموليشن، حناخذ نفس اللي حنعمله القسم الاول بس بطريقه بروبابيليستيك، وهذا اقرب للدقه. الكوانتيتيف ميثودز اللي بنستخدمها لحل المودلز او الديسيجن ميكينج بتختار في طرق كثيره. بنمسكوا اي كتاب مانجمنت ساينس بنعمل ليستنج لكلها، بس احنا مطالبين فيهم كلهم مش بالضروره، حسب ايش؟ الاريا اللي احنا بنشتغل فيها. بالكونستراكشن احنا حندرس لينير بروجرامينج والسيموليشن والكيورينج ثيريز والانتجر بروجرامينج والدول البروغرامي والماكرو بروسيسنج حنشوفها كلها. هذول بيكفوها. ارياز ثانيه ممكن بتطلعوها. تعمل المعدات والمانيفاكشرنج بيجوا ريبليسمنت اناليسيس. تغيير المعدات والتولز والوضع. اذا هذه حنكون اخذنا شريحه ممتازه جدا من الميثودز اللي حكيتها وتكون كافيه لكم في الكورس تبعكم. اخيرا ريد ثم ريد، ممكن تقرأوا اما من ورشة تدرسوا ريسيرش مقدمة شابتر 1 و 2 ومن وين؟ هذا برضه كتاب ممتاز. هلا وين؟ Observation Research Applications and Algorithms. وين كتير؟ كنت مع ريندا لانه ذاك ما كنتش ضايقه بس حطيت لك مسحت لكم اياه. ايه في تاع ريندا كويس. برافو هاكس اند ماجن. الثالثة لمين؟ شطر واحد ايش؟ برادلي هاكس اند ماجن. لا شططته.